مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم من مدينة الجديدة اللي كنت واجدوا فيها في هاد الأثناء. يعني الجو بارد هاد الصباح كما كتلاحظوا، يعني كاين ضباب كثيف وكان جو قارس، جو بارد منذ الساعات الأولى من صباح هاد اليوم، ومازال حتى الحدود اللحظة كما كتلاحظوا معنا في الفيديو يعني هذا المباشر، كاين ضباب كثيف بمدينة الجديدة، وفي الصباح كان ضباب أكثر من هذا الضباب، وبالتالي فكل يعني اللي كيقود السيارة في هذا الأثناء بمدينة الجديدة كنطلبوا منهم يعني تاخذوا الحيطة والحذر. وكما كتلاحظوا يعني السيارات حتى الحدود اللحظة مازال مشعلين الضوء يعني ديال السيارات، لأن كاين ضباب رغم أن يعني ماشي هذا الصباح بكري، ولكن كنعرفوا مدينة الجديدة مدينة سياحية، فدائما يعني كيكون الضباب في الصباح، واليوم كاين ضباب يعني كثير في هذا الصباح، وجو بارد جو قارس خاصة خلال الساعات الأولى من هذا الصباح من صباح اليوم. هذه الأجواء العامة يعني حتى الحدود اللحظة كما كتلاحظوا، هذه 10:15 ومازال الضباب بمدينة الجديدة، ومازال السيارات كما كتشوفوا يعني مشعلين الضوء. فمجموعة من المواطنات والمواطنين مشاهدي قناة شوف تي في كيقولوا الله يرحمنا بالشتاء، فالفلاحة كلهم كينتظروا الشتاء، وخاصة منطقة دكالة المعروفة بالفلاحة، فهي منطقة فلاحية بامتياز قطب فلاحي، ولكن تأخر التساقطات يعني كيجعل الفلاحة كيتخوفوا، يقدر ما يكونش الموسم الفلاحي ناجح، فالتساقطات المطرية إن شاء الله إلى جهات فهي غتنعش الأمال ديالهم في إنجاح الموسم الفلاحي. يعني منطقة دكالة فهي منطقة معروفة بالفلاحة ديالها، دائما ملي كنتكلمو على منطقة دكالة فدكالة معروفة بالفلاحة يعني من قديم الزمان، معروفة أيضا بالصيد البحري، معروفة بالصناعة بحكم توفرها على أكبر مركب كيماوي بالمغرب، بالإضافة إلى حي صناعي كيتواجدوا به مجموعة من الشركات أو المعامل الصناعية. كنتكلموا أيضا على دكالة، كنتكلموا على مجموعة من الشواطئ، وكنتكلموا على الصيد البحري، فهي مدينة بحرية، مدينة فيها شواطئ كثيرة، وكاين يعني مجموعة من البحارة أبناء هذه المنطقة والوافدين من المناطق المجاورة، فبحارة كثار كيشتغلوا في هذا الميدان، والقوت اليومي ديالهم وديال عائلاتهم يعني من البحر، وكتبقى الفلاحة من أهم القطاعات الرائدة والمنتجة واللي كتساهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير. فملي كنتكلموا على منطقة دكالة إقليمية الجديدة وسيدي بنور، فدائما يعني كنتكلموا على الفلاحة ونتكلموا على إنتاج اللحوم الحمراء، فكاين مجموعة من الضيعات الفلاحية بالمنطقة اللي أصحابها كيعملوا على إنتاج اللحوم الحمراء، إنتاج البيض، إنتاج الحليب، ومنطقة دكالة كتساهم بواحد نسبة كبيرة من هاد المنتوج، يعني كتاخد الصدارة في إنتاج اللحوم والحليب والبيض. فالكل خاصة الفلاحة كينتظروا التساقطات المطرية إن شاء الله، فالأمطار يعني غتنعش الأمال ديال الفلاحة في إنقاذ الموسم الفلاحي، لأن الفلاح العمل ديالو كيتوقف دائما على الأمطار، و
كنعرفوا بان الاراضي الصقويه هي اقل بكثير من الاراضي البوريه، وبالتالي ف الامطار يعني كتنعش امال ديال الفلاحه اللي عندهم اراضيهم بوريه، والاراضي البوريه شاسعه والمساحه ديالها كما قلنا اكثر بكثير من الاراضي الصقويه. فاحنا دائما كنعرفوا يعني منطقه دكاله ومنطقه الفلاحيه، يعني كنتكلموا على الفلاحه، كنتكلموا على مجموعه من المناطق يعني الولجه، كنتكلموا على الشتوكه، كنتكلموا على ازمور، كنتكلموا على البير الجديد، كنتكلموا على سيدي بنور، الزمامره، العونات، ولاد فرج الغربيه، الوالديه. وكنعرفوا بان كاين بعض المناطق اللي عندها بعض المنتوجات ذات جوده عاليه كتصدر الى خارج ارض الوطن، بحال الوالديه المعروفه بمطيشه الطماطم، وسيدي بنور معروف بالعنب، يعني العنب الدكالي اللي كيتصدر ايضا خارج ارض الوطن. فدائما يعني كنتكلموا على مدينه الجديده، الجو اليوم بارد جدا وكتشوفوا ضباب كثيف حتى الحدود اللحظه، يعني 10 ثلوث ومازال ضباب، مازال السيارات يعني مشعلين الضوء لان الضباب يحجب الرؤيه خاصه المسافات البعيده. لهذا خاص كل يعني السائقين يتاخذوا الحيطه والحذر، خاصه دابا اللي بالشوارع مدينه الجديده وبالضبط القرابين من الجهه البحريه، يعني قراب من الشاطئ، فالضباب يعني كثيف جدا، خاص الكل ياخذ الحيطه والحذر، جو بارد. فحتى رشيد خلفت يقول بان سيدي يحيى الغرب الجو بارد عندهم، يعني جو بارد تبي سيدي يحيى الغرب. مدينة الجديدة من المدن السياحية، المدن المعروفة يعني حتى على صعيد الفلاحة ديالها، ومعروفة بالصيد البحري ومعروفة بالصناعة. هذه من المدن يعني اللي فيها مجموعة من القطاعات النشيطة، قطاعات اللي كتساهم في الاقتصاد الوطني. حنا كنتواجدوا لواحد من اهم شوارع المدينه، هذا الشارع المؤدي يعني من المدينه في اتجاه منتجع سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، وايضا المركب الكيماوي الجرف الاصفر، يعني حركه دؤوبه، سيارات كثار وحافلات اللي كيعبروا من هذا المكان. فكما تكلمنا يعني كاين بروده الطقس وكاين الضباب بمدينه الجديده حتى الحدود هذه اللحظات، حنا كنقتربوا من الساعه 10:30 ومازال الضباب بمدينه الجديده، والجو كان بارد في الساعات الاولى من الصباح، من صباح هذا اليوم. هذه هي الاجواء العامه داخل مدينه الجديده كما تشوفوا في هذه الاثناء. كنقتربوا من حدود الساعة 10:30 ومازال كاين ضباب، كاين برد قارس، وكاع مشاهدي اغلب مشاهدي قناة شفتي في التعليقات تاعهم كيطلبوا الله يرحمنا بالشتاء، وهذا ما نتمناه حتى كنت حنايا كنتمناو يعني تصب الشتاء وتكون الشتاء، لان منطقة دكالة فهي محتاجة للشتاء، خاصة الفلاحة، لان كما قلنا كاين مجموعه من الاراضي شاسعه، اراضي كثيره اللي كتبوريه كتعتمد على الامطار، وبدون امطار فالموسم ما كيكونش ناجح، وبالتالي فكيضروا هاد الفلاحه، كيضطروا يبيعوا الماشيه ديالهم، الاغنام ديالهم، الابقار ديالهم، لانهم كتكون المداخل ديالهم ضعيفه بحكم ان ما كانش امطار. وهذا هو الشيء اللي كيساهم يعني في لان كنعرفوا الفلاحه كتساهم في الاقتصاد الوطني، يعني منطقه دكاله كتساهم على الصعيد الوطني بمجموعه من المنتجات كالخضروات، الحبوب، الشمندر، السكري، يعني السكر كاين اكبر معمل سكر بدكاله،
يعني كل شيء مع الشتاء، كل شيء كينتظر الامطار، امطار خير ان شاء الله تهطل على الوطن ديالنا الحبيب، ماشي غير على مدينه جديده، مختلف ربوع المملكه، لان مجموعه من المدن اللي كتعتمد على الفلاحه ومجموعه من المناطق اللي كتعتمد على الفلاحه بالدرجه الاولى. فاذا كانت يعني او اقليم جديده كيعتمد على الفلاحه وعلى الصناعه وعلى السياحه وعلى الصيد البحري، فكاين مناطق اللي كتعتمد على الفلاحه فقط، وحتى اقليم الجديده ومنطقه الدكالة فحتى هي يعني الفلاحه الى ما كانش الشتاء ولا ما كانش فلاحه يعني انتاج وفير، فحتى هي كتاثر يعني الاقتصاد كيتاثر، ماشي غير محليا ووطنيا. فدائما كما قلنا الكل كينتظر يعني امطار الخير ان شاء الله تهطل على مختلف ربوع المملكه المغربيه وعلى منطقه دكالة. فالجو مازال بارد، وفي الصباح او الساعات الاولى من الصباح كان الجو بارد اكثر من هذا الشيء، الجو مازال بارد وكان ضباب كثيف. كنتمنوا جميع السائقين ياخذوا الحيطه والحذر، لان كاين بعض الاماكن داخل مدينه جديده اللي الضباب كيحجب الرؤيه، وبالتالي يعني تجنبوا السرعه واحتاطوا اكثر تجنبا لحوادث السير. وبهذا غادي ننهيو هذا اللايف اللي كنا معكم فيه، يعني هذا المباشر اللي كنا معكم فيه من مدينه الجديده، باش ننقل لكم الجو العام داخل مدينه الجديده. في انتظار لايف اخر استودعكم الله، والى اللقاء، يعني في انتظار مباشر اخر استودعكم الله والى اللقاء. وانتم كتشوفوا الاجواء يعني الضباب كما قلنا لكم بهذه الصور، غادي نودعكم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.